السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم الموضوع رح يحكي عن 9 حقائق اكتشفوها العالم والعلماء بعد دراسات وأبحاث طويلة جدا جدا جدا، اكتشفوها هلأ بالقرن 20 هاي الشغلات. والشغلة العظيمة والرائعة جدا انه هاي الشغلات كلها اللي اكتشفوها هلأ مذكورة بالقرآن من 1442 سنة، يعني من على زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي نزل القرآن عليه. فهي الشغلات موجودة كلها بالقرآن من 1400 سنة، يعني لا كان في أبحاث ولا كان في تطور ولا كان في أجهزة ولا كان في شيء يكتشفوا فيه هذا الشيء كلياته. فكيف رب العالمين أنزل هذا القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والناس بتقلك أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله أنه هذا الكتاب جايبه من عقله، فهذا الحكي ماله مظبوط. هذا قرآن منزل من عند رب العالمين، وسيدنا محمد هو اللي إجاه الوحي، ورب العالمين اختاره من البشرية كلها أنه يذكر القرآن ويحكي شو الوحي اللي عمي رب العالمين بعت له إياه. فموضوعنا اليوم رح قلكم هالتسع حقائق اللي اكتشفوها، ومع كل آية انذكرت بهذا الموضوع، يعني مع كل موضوع رح أعطيكم الآية والدلالة القرآنية بهذا الموضوع، تمام؟ فهلأ رح نبلش الموضوع إن شاء الله، وأذكركم نقطة نقطة مع بعض، واسمعوا للآخير وإن شاء الله رح تاخدوا تستفيدوا وتعرفوا معلومات جديدة كتير. وأنا بصراحة عرفت هاي الشغلات والمعلومات هاي اللي هأذكرها هلأ من جديد، سمعتها من علماء ومشايخ وكتير مواضيع سمعت عن هذا الشيء اللي هأذكره هلأ. بصراحة يعني قدرة إلهية مطبيعية. بالإضافة هاي الآيات بتعرفنا أنه هاي الحياة وهي الكرة الأرضية ليش رب العالمين خلقها وليش لحنا أجينا على الأرض، وبنفس الوقت شو هي الأساسيات تبع الحياة، شو هي الأساسيات تبع الحياة واللي هو رب العالمين سخرنا إياها. سبحان الله. ما رح طول عليكم الفيديو، رجاء اللي عم يشوف فيديو جديد اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى توصل هالمعلومات لأكبر عدد ممكن، وإن شاء الله بميزان حسناتكم وبميزان حسناتي إن شاء الله. فيلا خلينا نبلش، ما راح طول عليكم. أول شغلة رح نحكي عليها من خلق رب العالمين اللي هي أساسيات الحياة، اللي هي أول أساس بالحياة وبالكرة الأرضية اللي هو الماء، يعني المي اللي رب العالمين خلقها هي أول أساس موجود كان بالكرة الأرضية، ومن دون المي ما بيحسن الإنسان يعيش وما بيحسن يعمل أي شيء، تمام؟ بالإضافة إنها أساسية لكل الكرة الأرضية إن كان إنسان، وعفوا منكم إن كان حيوان. فالماء هو أول أساس بالحياة، والآية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. هي الآية من سورة الأنبياء، لأن الماء هو أساس كل شيء، تمام؟ وهو اللي بيشكل خلايا وبيخلق منها كل شيء بقدرة رب العالمين، تمام؟ هلأ منروح على الأساسية الثانية اللي هي أساسية بالحياة، ومن دونها كمان ما بيمشي الحال الكرة الأرضية. طبعا
طبعا هذا الشيء اللي عم بحكي كله بقدرة رب العالمين، وربنا هي خلق الدنيا بهي المبادئ اللي هو الحديد. الحديد كمان شيء أساسي بهي الكرة الأرضية، يعني وقت رب العالمين خلق الكرة الأرضية ما كان في على الكرة الأرضية حديد، يعني ما كان في موجود حديد على الكرة الأرضية، ولكن رب العالمين أسقط من الفضاء، أسقط من الفضاء الخارجي على الكرة الأرضية نيازك، وهي النيازك اللي رب العالمين أسقطها من الفضاء على الكرة الأرضية من قبل ملايين السنين، يعني من زمان زمان زمان. يعني هلأ بصراحة أنتوا راح تستغربوا من هذا الشيء اللي أنا عم بحكيه، بس هي كلها دراسات ويعني علماء أجروها للدراسات واكتشفوا أنه هذا الشيء مظبوط، وكلام رب العالمين اللي انذكر بالقرآن مظبوط، أنه رب العالمين أنزل هالنيازك على الأرض تمام، وتم اكتشاف النيازك اللي سقطت على الأرض من قبل العلماء والمحللين والمفسرين لهالمواضيع كلياتها هاي. وهي النيازك بعد الدراسات اللي اكتشفوها، النيازك هي كانت بتحمل الحديد تمام، كان فيها الحديد من النجوم اللي بعيدة عنا اللي نحنا ما منشوفها ولا من طولها إلا بقدرة رب العالمين تمام. فهي النيازك اللي نزلت على الأرض هي كان رب العالمين مشكل فيها وفيها حديد، فهون تم اكتشاف الحديد. والقرآن بيقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وبهي الآية رب العالمين عم يعطينا دليل أنه الحديد رب العالمين أنزله على الأرض تمام، ما كان موجود بالأرض، فهي دلالة تانية من القرآن الكريم سبحان الله. هلأ عنا المكمل الثالث واللي هي السماء. السماء بتلعب دور أساسي على الكرة الأرضية، والسماء بقدرة رب العالمين هي اللي بتحمي الأرض من الحزم القاتلة يلي بتجي من الشمس. ولو كانت السماء مو موجودة، يعني رب العالمين لو ما خلق السماء، كانت هاي الأشعة قتلت كل مين على الأرض وما حدا حسن يعيش على هاي الكرة الأرضية. وبالإضافة في لها وظيفة تانية السماء كمان، إنه بتشكل طبقة حماية على الكرة الأرضية لحماية الأرض من المتجمد الفضائي. لو وصلت حرارة البرودة تبع المتجمد الفضائي على الأرض لجمدت الأرض كلها بما فيها، وبهي الحالة بتكون السماء عم تمتص كمان حرارة الفضاء وتحمي الأرض بإذن رب العالمين من الحرارة الزايدة يلي لا لازم تتشكل على الأرض لو ما كانت موجودة السماء. قدرة إلهية سبحان الله. والآية القرآنية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء. ورب العالمين بهي الآية عم يقلنا ويوضح لنا أن السماء هي حماية للأرض بفضل رب العالمين، والعلماء ما اكتشفوا هذا الشيء إلا بالقرن العشرين، يعني اكتشفوا هذا الموضوع من جديد، يعني ما صار لهم زمان تمام، بالقرن العشرين اكتشفوا هذا الموضوع.
فرب العالمين ذاكرنا هذا الشيء بالقرآن الكريم من 1442 سنة. فالله أكبر. عنا المكمل الأساسي يلي رب العالمين خلقه للكرة الأرضية لحتى تحسن تعيش الناس على الكرة الأرضية اللي هي الجبال. الجبال رب العالمين كمان خلقها الكرة الأرضية لأنه في إلها وظيفة. يعني الجبال مو بس إنه هيك جبال، لا، في إلها وظيفة. والآية القرآنية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. صدق الله العظيم. سورة النبأ. ومعنى هذا الكلام شو بيقول؟ معنى هذا الكلام بيقول أن الجبال بتملك جذور عميقة جدا لتكون قوية، وهي هي الأوتاد يلي رب العالمين ذكرها بالقرآن. الأوتاد اللي هي الجذور العميقة القوية. وكلمة أوتاد كلمة دقيقة، وربنا ما قال شيء عن 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 فراغ، وربنا أعلم بكل هذا الكلام. وفي كتب كتير العلماء حكوا عن هذا الموضوع وحكوا عن الجبال بعد دراسات واكتشافات كتير اكتشفوها بالجبال، إنه الجبال عميقة ولها جذور قوية وعميقة جدا. مثلا عندنا جبل إيفرست واللي بيبلغ طوله 9 كيلو متر عن سطح الأرض، والجذور تبع هذا الجبل اللي هو جبل إيفرست قدروها العلماء بعد الدراسات وبعد الاكتشافات اللي عملوها والأبحاث 120 كيلو متر في عمق الأرض. يعني جبل إيفرست الأعماق تبعه غير الارتفاع، العمق اللي فايت بالأرض هو عبارة عن 120 كيلو متر عمق الأرض. فتخيلوا أنتوا يعني شو هالقدرة الإلهية. يعني هذا دليل على كلمة الأوتاد، يعني كلمة والجبال، يعني ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني كلمة عميقة. تمام. فسبحان الله رب العالمين خلقنا كمان الجبال لحتى تكمل الكرة الأرضية ويكون في لها كمان أساس لحتى أنه تمسك شيء معين رب العالمين محدده. عنا رقم 5 اللي هو كمان رب العالمين حكى عنه وبنفس الوقت العلماء اكتشفوه، اللي هو التوسع الكوني. الكون في له توسع، يتوسع كل فترة وفترة، بيتوسع بقدرة رب العالمين. ورب العالمين قال بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق الله العظيم. سورة الذاريات. وفي دراسات بتأكد كلام رب العالمين، بتأكد كلام القرآن، وفي دراسات وأثبتوا أن الكون عم يتوسع باستمرار كل فترة وفترة، الكون عم يتوسع بقدرة رب العالمين. وفي عالم، في عالم عمل دراسات عميقة جدا عن هذا الموضوع وعمل كتاب، بس ما بعرف شو اسم الكتاب بصراحة، وما يعني ما بتذكر شو اسمه. عمل كتاب وأكد بهذا الكتاب أنه التوسع الكوني يعتبر من أعظم الثورات الفكرية للقرن العشرين. يعني الناس رح تتوسع كتير بهذا الموضوع وتتعمق كتير بهذا الموضوع ويكتشفوا هذا الشيء اللي عم يصير. تمام. وسبحان الله كمان بنرجع منأكد أنه القرآن ذكر هذا الموضوع، أنه الكون بيتوسع بالآية اللي قرأت لكم إياها. بننتقل للنقطة السادسة، مدار الشمس، الدوران تبع الشمس. بالقرن الستاش في عالم فضاء بعد دراسات وبعد كتير شغلات عملها قال إنه الشمس ثابتة،
إنه الشمس ثابتة ما بتدور ولا بتتحرك. تمام؟ هذا اللي حكاه هذا العالم والبحوثات اللي عملها، وإنه الشمس ما بتتحرك، وإنه الأرض والكواكب يلي حواليها هن اللي بيتحركوا وبيدوروا. تمام؟ حول الشمس. أما الشمس إنه بتضل بأرضها ثابتة، والكواكب والأرض هي اللي بدور حول الشمس. وهي الفكرة اللي طرحها واللي اكتشفها إنه الشمس ثابتة، كان عم يحكوا عنها كتير العلماء والباحثين عن هالمواضيع هي كلياتها. تمام؟ لغاية القرن 21. بالقرن 21 تبين معهم العلماء بعد دراسات أعمق إنه الشمس ما لها ثابتة، إنه الشمس ما لها ثابتة، الشمس بتدور وهي بتتحرك بمسارها حوالين مجرة درب التبانة. تمام؟ فهذا اللي وصلوا له واكتشفوه إنه الشمس ما لها ثابتة. طلعت الأبحاث اللي قالها واللي ذكرها خطأ، ما لها موجودة، طلعت الشمس متحركة، طلع عم بدوران. تمام؟ والآية القرآنية يلي رب العالمين كمان عطانا إياها عن هذا الموضوع واللي معروفة بالقرآن من 1442 سنة، الآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء. وكل العلماء وكل الناس بهي الفترة اللي كانوا عم يعملوا فيه أبحاث كانوا عم يقولوا إنه القرآن ذاكر هذا الشيء وهو غلط، مو مزبوط الكلام هذا. تمام؟ واللي كانوا عم يعملوا أبحاث إنه قالوا إنه هاي الآية مو مزبوطة، إنه أساس إنه هن مكتشفين إنه الشمس إنه ثابتة، بس هي الآية بعد الأبحاث اللي عملوها بالقرن 21 اكتشفوا إنه القرآن هو الصح، واكتشفوا إنه القرآن وهي الآية هي الصح. يعني هلأ العلماء والبشر اقتنعوا إنه الدراسات اللي عملوها طلعت مطابقة 100% مع الآية القرآنية اللي ذكرت لكم إياها. الله أكبر. نروح على المكمل السابع اللي هو بالكرة الأرضية، واللي هو المحيط. والقرآن قال عن هذا الموضوع بالقرآن الكريم، الآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو كظلمات في بحر اللجين يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. سورة النور. هلا بالنسبة للعلماء كانوا بيعتقدوا أن الأمواج بس فوق البحر، يعني الأمواج بس بتجي إنه فوق البحر وبتضل فوق البحر. تمام؟ هذا كان باعتقاد ودراسات يلي كانوا عاملينها يهن جماعة الخبراء المحيطات. تمام؟ بعد دراسات عميقة جدا اكتشفوا إنه في أمواج بالعمق بتوصل تحت سطح المحيط. تمام؟ عرفتوا شو الفكرة؟ انه اكتشفوا امواج بالعمق بتصل لتحت سطح المحيط، وهي الامواج غير مرئية للعين، يعني العين ما بتشوفها، يعني هن ما اكتشفوها الا بعد ما عملوا ابحاث وبعد ما نزلوا اكتشفوا وشافوا. تمام؟ يعني نحن العين البشرية ما بتشوفها لهي الامواج، وما حسنوا يكتشفوا هذا الموضوع الا بادوات و تجهيزات متطورة جدا جدا. والقرآن الكريم عم يذكر الظلام في محيط عميق، يعني شوفوا العظمة
القرآن الكريم عم يذكر بالآية الظلام في محيط عميق يلي اكتشفوه هني هلأ، فوقه موج من فوقه موج، يعني موج وفي من فوق منه موج، تمام، اللي هو الموج المرئي على السطح فوق، وفي الموج اللي اكتشفوه بالعمق، هي موجين، تمام، اللي ذكرهم رب العالمين. بعد الموجين اللي ذكرهم رب العالمين اللي هو السحاب. السحاب، ما ذكر السحاب بالآية؟ وهذا هو وصف خالق الكون العظيم، الله أكبر، يعني لدرجة أنه وصف لنا بالقرآن الأمواج الداخلية اللي بعمق المحيط اللي ما بتنشاف بالعين، ذاكرها بالقرآن مذكورة مرتين الموج، تمام، يعني اللي ما عم نشوفه بالعين ذكرنا يا رب العالمين بالقرآن. بالإضافة أنه وصف لنا الظلام الموجود في عمق المحيط، يعني الظلام اللي موجود بالعمق تبع المحيط كمان رب العالمين ذاكرنا يا بالقرآن بالآية اللي قرأت لكم ياها بالبداية. والإنسان ما بيحسن يغوص بالمحيط أكثر من 70 متر، يعني بده يكون معه معدات الغوص وكل شيء على 24 لحتى يحسن يغوص، ليغوص 70 متر بس بالعمق تبع المحيط، تمام. بس وين الشغلة الفظيعة والرائعة بهذا الموضوع؟ انه وقت بيغوصوا ل70 متر بيكون الوضع عندهم ضوء، في ضاوي يعني مكشوف، تمام، مكشوف يعني مكشوف لغاية 70 متر مكشوف الموضوع. بس اذا بيغوصوا لبعد 70 متر يعني لحد 100 متر بصير عندهم ظلام، بصير عندهم ظلام تام، ساعتها ما عاد يحسن يشوفوا شيء إلا بيكون معهم أضوية وكشافات ليكشفوا هذا العمق. يعني رب العالمين قال لك أنه بالعمق في ظلام، فلحد 70 متر ما بيحسنوا، يعني بيشوفوا لحد 70 متر، بس بعد 70 متر ما عاد يحسنوا، بيلاقوا كله ظلام. بس القدرة الإلهية والفكرة اللي عم بحكي فيها أنه من 1442 سنة ما كان في معدات وما كان في تجهيزات وما كان في هاي القصص كلياتها لحتى يكتشفوا هذا الكلام اللي عم يقوله رب العالمين. فالله كبير، والحمد لله بعثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي والقرآن وهالآيات كلها اللي بتوضح الدنيا كلها شو هي. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على قرآن الكريم اللي بيعلمنا كتير شغلات، بس لحنا ما لنا مقدرين الشغل الكبير اللي رب العالمين كرمنا اياه هو القرآن الكريم. خلونا نروح على النقطة الثامنة، الكذب والحركة. الكذب والحركة، يعني رب العالمين بعت آية لإنسان جاهل كان بالأرض، كان قائد وظالم ومضطهد للناس وما كان يعمل حساب لرب العالمين اللي هو أبو جهل. وهذا أبو جهل كان يعيش بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. وربنا أنزل آية خصوصي لتحذير أبو جهل، والآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، صدق الله العظيم. سورة العلق. وربنا وصف أبو جهل وخاطبه بهي الآية بالكذاب. ليش؟ لأنه اكتشف الشيء والكذب، ونفس الوقت هلا عم يحدثنا رب العالمين عن الناصية. رح قلكم شو هي الناصية. الناصية اللي هي بتجي بالطبقة الفوقانية من الراس، من الجمجمة، اللي هي الطبقة الفوقانية اللي بتجي فوق عند أول الراس، تمام، بالنص هون، في بتوزع، هي بتوزع أوامر إنه إذا كان الواحد عم يكذب، تمام، بتعطي مثل
إشارات، تمام، بتعطي إشارات بتخليك تعرف إنه هذا الزلمة عم يكذب. وهي الآية رب العالمين أنزلها لسببين، تمام. السبب الأول هي إنه القسم الأول من جبهة الرأس الإنسان، القسم الأول اللي هي من الجبهة هون عند الجبين، تمام، هي مسؤولة عن الحركة الإدارية، يعني هي مسؤولة عن الحركة الإدارية لهالموضوع هذا. وبالقرآن مذكور أنه رح ينقبض إذا لم ينتهي هذا الرجل عن فعله، يعني إذا هذا الإنسان ما رح يوقف عن هذا الفعل والكذب والشيء اللي عم يعمله، رب العالمين رح يقبض روحه يعني، تمام. والشيء الثاني اللي كان رب العالمين كمان عم يقصد فيه، أثبتت دراسات طويلة جدا عن نفس الموضوع، تمام، واكتشفوا انه بنفس المكان من الجبهة الأمامية اللي هي عند عم نحكي عنها، الجبهة الأمامية اللي عند الجبين، تم اكتشاف بعد عدة تجارب من أشخاص، جابوا أشخاص وعملوا تجارب، تمام، وبدهم يشوفون انه هن وقت بيكذبوا، إذا كذبوا وصلوا أجهزة متطورة جدا لهذا الموضوع، انه إذا كذبوا يبين معهم شيء اختلاف بالناصية اللي يتحدث عنها القرآن. وبعد تجارب كتير طويلة وأكثر من شخص، مو من مرة واحدة، عملوا تجارب كتير كتير لحتى يشوفوا إنه نفس النتيجة عم تطلع، اكتشفوا بعد هالتجارب كلها اللي عم يعملوها إنه عم تظهر إشارات واضحة جدا بالناصية الأمامية من الجبهة، يعني الجبهة الأمامية عم تظهر إشارات واضحة على الجهاز اللي حاطينه. وكان أكثر من تجربة عملوها وكانت النتائج نفسها وما تغير فيها شيء، إنه الناصية الأمامية، تمام، وتبتوصل عليها أنت جهاز أو شيء بيبين معك إنه هذا الرجال إذا كان أو الشخص عم يكذب، بيبين معك هذا الموضوع. القرآن كيف حدثنا وقلنا وذكرنا الناصية، كان في أجهزة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في عنده أجهزة وكان في عنده تطور لحتى يكتشف هذا الشيء، ما كان عنده هذا الشيء. القرآن عم يذكر إن الناصية، عم يقول لك إنه الناصية كاذبة. فالله أكبر. مننتقل للمكمل التاسع بهذه الحياة اللي هو رب العالمين كمان ذكرنا يا بالقرآن، واللي هو مستشعرات الألم. مستشعرات الألم والإنسان بيتألم. من زمان كان اعتقاد البشرية والعلماء والمفكرين والقصص كلها تبي بهذا الموضوع، إنه البشرية حاسة اللمس والألم كانوا معتمدين على الدماغ، يعني كانوا مكتشفين معتقدين من زمان إنه الإنسان وقت اللي بتنجرح إيده أو بتنضرب إيده أو بصير معه شيء لا سمح الله وكذا، وبنفس الوقت اللمس والألم إنه هو كان معتمد على الدماغ، يعني الدماغ هو اللي بيعطي الأوامر إنك تحس بالألم أو تحس باللمس، تمام؟ يعني بيعتقدوا كانوا أنه الأمر بيتاخذ من الدماغ. ولكن المفاجأة بعد دراسات كتير كتير طويلة كمان واكتشافات، اكتشفوا العلماء أنه في مستقبلات للألم موجودين على الجلد، يعني الجلد ربنا خلق عليه مستقبلات للألم بحيث أنك أنت تحس إن كان باللمس أو إن كان بالجرح أو بالحرق أو بالشي لا سمح الله بعيد عن الكل يعني، تمام. واكتشفوا انه بدون هي المستقبلات يلي ربنا خلقها بالجلد كان الانسان ما بيحس لا بألم ولا بيحس بشيء ولا بيحس بلمس بهذا الموضوع، لانه اكتشفوا انه دماغ ما له علاقة بهذا الموضوع، في مستقبلات خصوصي رب العالمين خلقها بهذا الموضوع. والقرآن الكريم اعطانا كمان آية وبتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء. وربنا بهي الآية عم يقلنا انه في مستشعرات بالجلد للألم واللمس. شو معنات هذا الحكي؟
إنه رب العالمين عم يقول للإنسان بهي الآية إنه رب العالمين وقت اللي حدد وقال إنه الكفار بدهم يتعذبوا بنار جهنم، تمام، ربنا رح يدوب الجلد تبع المعذب يلي بده يتعذب، تمام، ويرجع يكسو الجلد مرة تانية مشان يرجع يكون في جلد بجسم الإنسان ويرجع يكون فيها المستشعرات ويشعر المعذب بالألم. يعني اللي عم يتعذب بنار جهنم بعيد من هون بعيد من السامعين، رب العالمين بيدوب الجلد بيرجع بيرد بيكسوه مشان شو؟ مشان مستشعرات يحس بالألم والشي اللي عم يدوقه. أما إنه رب العالمين لو داب الجلد تبع المعذب بنار جهنم وخلص داب الجلد ضل عنه عم ما عاد يحس بالعذاب خلص، لأنه ما عاد في مستشعرات اللي هي مستشعرات الجلد يلي انذكرت بالآية اللي ذكرت لكم إياها، تمام. وهيك بيكون رب العالمين أعطانا كمان دليل إنه الجلد في له مستشعرات هي مسؤولة عن الإحساس واللمس، وقت الإنسان بيلمس أو لا سمح الله بيجرح أو بيصير معه أي شيء. وبالإضافة أنه تم اكتشاف هذا الموضوع بالعلم الطبي والتجارب الطبية والاكتشافات اللي عملوها، وأكدوا أنه هذا الكلام مظبوط، أنه الجلد فيه له مستشعرات خاصة بالإحساس واللمس. حبايبي المستمعين، سامحوني أني طولت عليكم بالموضوع، بس موضوع كبير وعميق لازم ينشرح بطريقة ينفهم شو عم نحكي، تمام؟ فسامحوني اني طولت عليكم، وما بعرف اذا وصلتوا لهي النقطة اللي انا عم بحكيها كمان هلا. بتشكركم لحسن المتابعة، وانتظرونا ان شاء الله بمعلومات تانية ومعلومات كمان عميقة جدا بهاي المواضيع الدينية والعامية والدنيوية وبكل شيء يعني ان شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.